فضيلة الشيخ، رجل متزوج من امرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بأس، وهو رافض من ذلك، فما هو المترتب عليه؟ وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق. هذه بارك الله فيك لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة. أن أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخلع، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العيش مع هذا الرجل لأن أهله عملوا لها عمل. يعني الرجل ما يستطيع جامعها؟ لكن لا حمل بينهم. نعم. على كل حال ننظر، إذا كان البلاء من الزوج فللزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. أما إذا لم يكن فيه خلل فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا. نعم. إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى النكاح بحاله هو الصواب. ولكن الأهل يا شيخ يطلبون لحاهل. طيب وليش ما يشاف حكم من أهله وحكم من أهلها؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة أو واحد من دولة وواحد من دولة، ينظرون في الموضوع. الآن يا شيخ هم لجأوا إلى المحكمة. طيب الحمد لله، ما دام لجأوا إلى المحكمة ينتهي الموضوع. نعم.